السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي. غدا محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح. تابعوا الخبر بعد الفاصل فابقوا معنا. أعلنت محافظة بغداد اليوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي اليوم غدا الأربعاء بمناسبة ميلاد المسيح، وذكر بيان مقتضب للمحافظ أن محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم غد الأربعاء في محافظة بغداد والدوائر التابعة لها بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. يذكر أن مجلس الوزراء منح في وقت سابق من اليوم صلاحية تعطيل الدوام الرسمي للمحافظتين. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الاشعارات. تحياتي لكم، أحمد الداودي، شكرا لكم وإلى اللقاء.